قام الأمن بدخول مدينة قصر الحرير في محافظة درعا ودهم المنازل وتخريب الممتلكات وتكسير الأثاث ونهب الأموال وسرقها. هذه إصلاحات بشار الأسد، هذا ما فعله الشبيحة والأمن. مدينة بصل الحرير في محافظة درعا واعتقال الأهالي. قام الأمن بدخول مدينة بصل الحرير بمحافظة درعا واعتقال المواطنين وإهانتهم وتكسير أثاث المنازل وسرق الأموال. هذه إصلاحات بشار الأسد.